الحقيقه التنميه البشريه مهمه جدا لبناء الانسان زي ما قلنا، واحنا دلوقتي على عجاله كده قدامنا بس فقرتين وبعد كده هنقدم شهادات التقدير. دكتور سامح ابو النيل استاذ التنميه البشريه هيكلمنا عن الشخصيه العميقه والشخصيه المصطنعه. اتفضل حضرتك. السلام عليكم. هو يقال لا يفطر ملك في المدينه، ما عادش عندي اي كلمه اضيفها بصراحه، لكن انا اسمي سامح ابو النيل مثل ما تقولش. عايش في المدينه من حوالي 22 سنه، رئيس التنفيذ المعهد المقر التقني، وفي مصر انا مستشار التدريب والتثقيف والوعي في معظم الوزارات السياديه في الدوله. الشخصيه العميقه والشخصيه، انا طبعا خبير تحليل انماط سلوكيه مرتبطه بالشخصيات الطبيعيه، حته كده بتاعتي يعني. ف عجبني كلام كتير من اللي كنت حضراتكم قلتوه، وانا المفروض ان انا اذكره كلمه كلمه، لكن الدكتوره معالي السفيره قالت لي 5 دقايق، وست اللواء شاورلي قال لي هم 5 كفايه، فانا كفايه عليا 5 دقايق. هتكلم على نقل الفكره من هنا. المره اللي فاتت انا ذكرت ان احنا ننقل الفكره، انا مش الفكره ان انا اعمل صالون ثقافي في نادي الزمالك، نادي من اعرف النوادي في مصر او اللي يكون من الناديين اللي في مصر فقط، انا عايز ننقل نفس الفكره للكره والنجوع ومراكز الشباب و طبعا مجرد ما ذكرنا كده المره اللي فاتت، هقول لكم سر، انا اهلاوي وعاشق للزمالك. طبعا انا والدي رحمه الله عليه زملكاوي وامي اهلاويه. عندي ولدين وبنت، الولدين واحد زملكاوي وواحد اهلاوي. عندي بنت اخت وحيده زملكاويه ومراتي اهلاويه. وانا مش عارف انا بعمل ايه بصراحه، سامحوني طيب اعملوا اي حاجه. فانا قاعد في البيت، لما يكون ماتش بين الاهلي والزمالك ما بقعدش في بيتنا اصلا يعني. طيب نقل الفكره زي ما اتكلمنا هنا، الثقافه، نقل الثقافه. الثقافة الست الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الثقافة معركة وعي. الوعي، أحد الأساتذة اللي اتكلم قبلي قال إن إحنا يفضل يكون في شباب. أنا بالعكاز أنا عندي خلطة في المخ من 4 سنين، لكن بلف في مصر شبر شبر. أنا أي حد بيطلبني في أي قرية ناجعة مش عارف إيه بروح أعمل محاضرة واجي. محاضرة يعني إيه؟ أشوف الفئة المستهدفة، اشوف الفئه المستهدفه، ابدا اتنلها فكره. عجبني قوي ان احنا المره اللي فاتت ما كانش عندنا اسم للصالون، اسم للموضوع. النهارده بنتكلم عن الاستقرار، وانا محضر خطبه عن استقرار طويله عريضه. طبعا الاستقرار هو التضاد للفوضى. لما يزرعوا لنا بره يقولوا لنا فوضى خلاقه، ومفيش فوضى خلاقه. لما يزرعوا لنا بره يقولوا لنا ديمقراطيه، مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه. جايين يعملوا لنا ديمقراطيه ويطبقوها علينا وهم ما بيطبقوهاش اصلا. امشي في شوارع امريكا تضرب بالنار وانت ماشي عين عينك. ويجوا يقولوا لنا ديمقراطيه، ديمقراطيه انت تسمع لي وانا اسمع لك ونحترم بعض. انت اهلاوي انا زملكاوي ونحترم بعض. انت مسلم انا مسيحي نحترم بعض. يبقى انا الثقافه معركه اللي احنا فيها معركه وعي، معركه فكره. انا لما بروح اعمل محاضره في اي مكان بقعد اجيب زناد افكار زي ما الشعر بيقولوا ما شاء الله تبارك الله، اذكر مين وزين مين. فبدور على مسمى للفكره، مجرد ما وصلت لاسم الفكره ببدا ابني عليها محاضره تكسر الدنيا بناء على الفئه المستهدفه. طلبوا مني محاضره الاطفال من سن 6 ل 12 سنه. طبعا اطفال انا ماليش اي علاقه بيهم تماما في الفتره دي. فرحت عملت هجيب لهم محاضره منين؟ المشروع اسمه انت قدوه. فما لقيتش قدوه افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت طب اخد كام حاجه كده وابدا اشتغل عليها. قلت ممكن يكون في مش مسلمين فلهم حق علينا. فقلت طيب هعمل المحاضره في 3 كلمات لو سمحت. اتفضل شكرا. هم ال3 كلمات قعدت 5 ايام اعلمهم للعيال. لما تعوز حاجه من حد قول له لو سمحت، وانت بتديها له قول له اتفضل، لما يخلصوا شكرا. 3 كلمات 5 ايام بعلم العيال. روحوا البيت بعد ال5 ايام امهم كل شويه تتصل بيا، امهاتهم كلهم اتصلوا بيا وعايزين الدكتور سامح يجي يدينا محاضره. انا ما عملتش حاجه يا جماعه، لو سمحت اتفضل شكرا.
برضو فكره تانيه قالوا الشباب وبيقولوا كلمات وبيقولوا الفاظ وقولوا لهم الايجابي والسلبي. فعملت محاضره كلمه واحده اسمها عيب، كلمه اسمها عيب. انا لو انا واقف في المترو وانا قاعد وراجل اكبر مني قوم واقف يا ابني عيب، قوم اقف، واحده حامل، واحده كذا، واحده كذا. الكلام ده احنا مفتقدينه، هي دي الثقافه اللي احنا نصبغ اليها. يمكن انا طبعا الشعراء انا مستمتع بوجود الاساتذه الشعراء، مستمتع بوجود الامنيين الموجودين معانا. التنميه البشريه، انا ما خلصتش الخمس دقايق بتاعي لسه، دقيقتين شخص سقفوا لي. طيب ليه دقيقتين؟ هي قالت لي خمس دقايق قبل ما اطلع، لو كانت كنت هضل المايك وامشي. وانا سالت عشان كده لبستك يا دكتور حمد. فانا طبعا انا تلميذ الدكتوره وتلميذ ست اللواء يعني واخواتي الكبار مقاما. فالتنميه البشريه زي ما الدكتوره بتقول، حد بيسالني سؤال بيقول لي متى نتوقف عن التدريب؟ قلت له في اخر يوم لك في الحياه او ليا، لكن نبدا النهارده. وانا لما نزلت مصر لازم نكتب في البطاقه هنا نمط شخصيتي، لان انا خبير تحليل انماط شخصيه، لازم اكتب نمط شخصيتي. وان شاء الله باذن الله اذا كانت في العمر بقيه هيبقى في وزاره اسمها وزاره التدريب تجوب عن مصر كلها وتعمل فئات معينه لكل فئه وتهتم بكل شبر في مصر. شكرا لكم واسف على طول. ربنا يوفق حضرتك. والحقيقه التنميه البشريه مهمه جدا، لان بناء البشر اهم من بناء الحجر الحقيقه، لانه بناء البشر هو اللي بيعمل كل حاجه.